نعمل نذال الوزيرة الداخلية، راهو اللي صاير في تونس مخطر برشا. نهار الاثنين العشية مع الأربعة ونص روحت لداري، دقوا عليا رئيس المنطقة ومعاها رئيس الشرطة الفرقة الشرطة العدلية وزوز عوان من حداث كارتاج، قالوا لي تفضل أي معانا. قلت لهم مش فما ولا بس، قالوا لي دونك قولوا له شنو اللي فما. باهي ما خليت، جيت قلت لها باهي هاني تو نجي، جيت باش نهز حوايجي، قالت لي لا ما تمس حد شيء، انا نجيك تمس حاجه وهي تبعد ليدي. ما خلتنيش بسيط، ما خلتني باش نهبط للسور نتاع داري وعاوني يتبع فيا ويقول لي وينك دخلت كوجينا باش نسكر لوجيا، قال لي وين السكينه؟ قلت له شنو تحكي؟ هزوني في الكهرباء. قلت لهم بون انا ما نطلعش في الكهرباء الا ما واحد من الامنيين يوريني لا كارت دو بوليس نتاعو. باهي هكا وراني كارت دو بوليس خاطر الكهرباء سيفي. طلعت في الكهرباء مشينا شويه، قال لي الامني واحد اللي يسوق قال لي عندك شي مشاكل مع عباد؟ عندك شي مشاكل مع العائله؟ قلت له مع العائله عندنا حكايات اريتاج ورث. قال غزال قال اه والله عرفنا. قلت له علاش فما؟ قال لي راي امك اليوم الصباح مشات له كيلو جمبريه وش كانت بيك اللي انت عندك سكينه وباش تقتل اخواتك وباش تقتل واختار على روحك. قلت له كيفاش معناها مش معقول الكلام هذايا، انا شكون معناها راني بسكينه وما نوصلش باش نعمل حاجه كيما هكا. قال لي احنا عرفنا وحبر مريناك انت ماكش بتاع الشيء هذا. وقال لي راهو كي الجمهوريه صح اليوم الصباح ما حبش معناها ياخذ اقوالهم ومشاو جابوا له ان سيرتيفيكا ميديكال وهو هكاك خاف عليك. قال لي امني قال كي الجمهوريه خاف عليك وقال باش نعملوا لها ان كونتر فيزيت في الرازي. قال لي احنا توا باش نهزوك للرازي مانيش باش نخليوك مع امنيين اخرين يهزوا معناها يمرمدوك، هذا احنا نهزوك للراجل وبعد تمشي قدام وكيل الجمهوريه تطروح على روحك على خاطرك انت معناها حالتك طبيعيه ما فماش الحكايه هذي. ويتكلم وقال لي فما امراه جات مع امك اللي هي يحتمل معناها اثر عليها وصفها لي اللي هي معناها تجيب بنت عمي به ليلى خرات اسمها. من غادي مشاو هزوني للراجل. وقت اللي جيت باش نعمل دخلت للسيرفيس دي زيرجونس لقينا زوج طب، قال يقعد باهي هاك كارد ايدونتيتي نتاعك، مشى قيد الله اعلم انت اش عمل. من بعد جاي دخلت للطب، زوج طب شافوني حكاو معايا هذوك ما حبوش ياخذوا قرار يعني في السانتي نتاعي في الحالة نتاعي. باهي عيطوا طبيب اخرى جات بعد 40 مينيت دو ليكستيريور شافتني. من بعد انا خرجت قال لي نبني انا باش ندخل نكلمها، دخل نكلمها عطاتني جواب اون انفلوب فيرمي. مشينا لوكيل الجمهوريه إلي تي 20h15 ولا ابو بخي. احنا وصلنا للمحكمه كل الجمهوريه قال شكون اللي نايم هو في الليل 20h30 في الجمهوريه، قال شكوني انا شكون باش تجيبوني وانا ديجا مع الامنيين دخلت في البيرو يعني كي راني من معناها إلا بكخي اللي أنا نجم نعمل اللي هما يقولوا عليه ولا حاجة كيما هكا. أي دخلت للبيرو قال قاعد يغزر لي، قال لي أيا نحي يديك من كاتبك وقعد مستقيمة يعني دغوات. قعدت بيت أنا نغزر له هكاك إلا فايتين الدوسي معناها شاف الدوسي بصفة مستعجلة وبعد يا باهي لوردونونس ميديكال. باهي وخرج هكا وبدا يكتب في البوردو دادميسيون هكا. يقول واحد من الامنيين دخل معايا قال له راهو هكا فما جواب نتاع راجل هكا ما قريتوش، يعني لعبه ملعوبه من قبل، يعني هما مقرينش باش يعملوا لي حتى ما غير قبل ما تجي حتى كونتر فيزيت. على كل جا قال لنا اخرجوا من البيرو، خرجنا من البيرو ومن بعد جا الامني القرار نتاع نائب الجمهوريه وقال لي باش نمشيو باش قال لي انا لازم تعمل فحص اخر وهو عمل لي اون هوسبيتاليزاسيون معناها سو كونترانت في الراجل. باهي خلطنا للاكاي جيت باش نعمل لادميسيون،
قالت لي انت راك ماكش مقيده، حتى للفيزيت ميديكال اللي عملتها هذايا راك ماكش مقيده فيها، راهو الدار دو ليسونس هذا ومانيش معناها نلقي اسمك. يا اخي هذه قال لي اعطيها بالدق تعريف، قال لها صلح. دونك اون فيغا لونكيت سو كان ديتيرميني بار لا سويت. من بعد خذيت هزني دونك صلحت افيك لي دار دو ليسونس كوم ميم توجور ايروني 67 حدث ولا 68 الوغ كو انا مولوده le 25 août 1965 et je suis le service Pinel. Service Pinel, il y avait la presse en nous sur Bali, il y a une drache comme un hache de stage, il y a une chaîne et de l'alcool, il y a une drache et un criminel qui a le droit de dire que je n'ai pas l'abbé, 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 الشيء هذا عمري ما نسمع من حاجه كيما هكا، خاطرني انا انسانه سيفيليزي. دق الأمي على السيرفيس، خرجت له الانفيرميير دو كارت، قال لها راهو سي بان كو مونتي، راهو لعبوا لها لعبه، راهو المراه خاطيها، راهي الي ايكونوميست، راهي الي ديبلومي، راهو سي كالكان دو تري بيان، معناها استحضر عليها، رد بالكم يعني الأمي مش من الأمنيين هذوما. مشي هذا لاندي دو افريل. من غدوه تجي طبيبه تشوفني هكا معناها عطاتني دواء، قلت لها شبيني؟ قالت لي راني زدت ما نعرفش. من غدوه تجي كيف كيف تعطيني دواء شبيني ما زدت ما نعرفش، داير غير ميديكامون كو جو ريفيزي دو بخونخ. على خاطر سي با لوجيك باش انسان يمشي معناها يعملوا له ديكو مونتي كيما هكا في وقتنا احنا في تونس ماتنو، هذه حاجه مش معقوله، ايه بالخصوص في فار ولا ميم انو معناها سان سو في با. توا صافي اون سيمان معناها يلعبوا بيا قعدوا وكل يوم وكل الحاله معناها اللي هي في الرازي معناها قال سي با لوجيك معناها سي با بور دي جون كي سون انسان سي بور دي جون مالاد. جي سوفير الحقيقه وما نجيش نعمل حاجه كيما هكا. اليوم البارح قابلت الشاب دو سيرفيس حكيت معاه في بالي باش نقمعها راهو سي بان كومونتي راهو فما حكاية ورث راهو فما هذايا ماكوزين عندها بنت ولاد بيا راهو هزت امي وعملت هكا معناها راهو ما نجيش راهو عندي لي كروف توا هبت هي اون دي فيديو مع دي بوست سور فيسبوك اللي عطيت فيهم لي كروف يجري سرقي اسمه سرقيني في ورث بابا مش هكاك نحلوا المشاكل ما تجيش وهذا سيت ان اتانت على ليبرتي وانا جو نادمي با اليوم بداو معناها يسيحوا عليا وي معناها ما تريتي وحسيت اني انا حياتي ان دونجي بالاخص اللي خويا كبير وصاحبته شاب دو سيرفيس قرات معاه من بخونيير اني ميديسين حتى معناها سبيسياليتي ومعناها وهذه بنت عمي كيف كيف صاحبتها شاب دو سيرفيس ريم بن غشام ولقيت روحي اللي انا مش عن سيكوريتي وخذوا لي تليفوني وخذوا لي وراقي وما خلاني نتصل بحتى واحد. اي كوم سي جيتي معناها اون بريزون. على هذا معناها انا اليوم في الطريق وقت الشانجمون دو غارد باش نخرج. مرازي باش ندافع على روحي على خاطر عرفت اللي لكن انا ما ندافعش على روحي حتى ماني باش نلقى حد ونجم نقعد اربع شهور اخرين وخاطر هما تو لي موان دو كومونيكاسيون ما خلاوليش موان دو كومونيكاسيون باش نكلم مون تيليفون اي تي سيزي اي جو نافي با لو دوا دو تيليفون. على كل انا نعمل اني دي هذايا راهو نحب اون انكيت سيد مزير من فضلك ساعة انا راني نحب نقول لك اني اسمي بون تريس سونيا مولودة لو 25 août 1965 الكارت دينتيتي نتاعي 0154 0108 اللي لي كوردوني نتاعي ما طلعوش صحاح الوكيل الجمهورية ولا البيت البروسيدور هذي كل ما تصيرش على خاطر انا نخدم مع الدولة وفي الطور عملت برشا ديزيكسبرتيز وعندي اغريمون من المينيستير دي فينانس اي جو في مدحك بور معناها ساعات يسحقوا لي المينيستير دي فينانس باش نمشي نعمل معناها نقوم ان باتيمون باش يعملوا اون اسيورونس كيما مثلا لو كونسيل دو مارشي فينانسيي معناها ونخدم مع ستار وعمر معناها جو سوي تري انتيك اي جو في با دو مال جون وليدي نحب حقي يرجع سيد الوزير نحب انكيت تتحل فيما يخص التصرفات نتاع الامنيين معناها رئيس المنطقه التصرفات معناها نتاع اللي صاروا لي في وزاره الصحه سي ابيزيف على خاطر جيت اون فيزيت جيت اون فيزيت اللي معايا في البيت وبعثت ان كوميسير دو بوليس اللي تعرفوا مشى للمكان قال لي مش مقيده
ومشي حتى لمدير السبيطار، قالت له هذه كيفاش وصلت دخلت لهنا للسبيطار بالصفه هذيا، ما هيش مقيده، ايزون ترافيكي، وعاودوا قيدوني ونرجعهم ويعطيو خاطر، سي في لافير اللي صار فيها برشا رشوه وبرشا فلوس، يعني هما خاطر ما ينسوش باش يعملوا لي الشيء هذا هكاك معناها بالسهوله هذيا، ابريتو احنا في تونس. ودولة فيها قانون وفيها مؤسسات وما يجيش وفي الجمهورية ما عطانيش حتى فرصة باش نقول حتى كلمة. كيفاش يوسف يجيو العبد في دار ويهزوه هكاك في الليل في العشية ويمرمدوه هكاك المرميد الكل وكي الجمهورية ما يسمعش عليه حتى كلمة. أعطيو سيرتيفيكا ميديكال منين جاهم اللي يهزوه كي الجمهورية سور كال باز؟ كيفاش معناها نوصلوا للحالة هذه اللي إنسان معناها اون فام تعدي 10 أيام دون ان اوبيتال معناها هكا الراجل دون دي كونديسيون الله أعلم عليهم معناها سي ظلم في ظلم وأنا ما عملت حتى شيء و جو سوي سيغ وعمري ما نظلم حتى واحد وحتى إنسان حتى باش نوصل للناس سكينة ونوجو سكينة أون بليس في داري وما نخليش سي أون أونت سو كي سباس دو نو جور معناها من فضلك سيد الوزير نحل في اقرب وقت معناها بحث في الموضوع هذا وانا نحب معناها الحق يظهر وان شاء الله ربي ينجيني ويحمي معناها ويرجع لي حقي بارك الله فيك ميرسي.